القوة مالتني إذا أنا عندي قوة والله استمدها منش ومن هذا الرجل. قوتنا كلها نستمدها منكم. سيروا إحنا وياكم سنتين خلوني لو 20 سنة بعد خلوني راح نطلع نقاوم الاستبداد إن شاء الله ونقاوم الظلم. سيروا إحنا وياكم الله يخليكم. ما راح تنسى ولد مكرم راح يدش تاريخ هذه البلد، واللي قتلوه راح يكونوا في مزابل التاريخ. الله كرمكم بهذا الشهيد، والله كرم هذه العائلة وهذه المنطقة بهذا الشهيد، والله بيسود وجوههم إن شاء الله قتلت هذا الشهيد ومردهم ومكانهم ومحلهم إن شاء الله في مزابل التاريخ. أنا أحيي فيك هالموقف البطولي، أحيي فيك هذا الموقف البطولي وهذه المقاومة المدنية السلمية اللي احنا نقول بها، إنك رفضت توقع إن ولد المقتول إنه مات بطريقة طبيعية. أحيي فيك هذه المقاومة، هذه المقاومة المدنية والمقاومة السلمية.